هو شا قاصد هو طلعنا عنه. بعدكم الحكي يا استاذ. عيط عيط في الراديو عيط عيط. اعطيهم من نمره. جاوب الباطل، هو الباطل اللي قامت جاوب الرايس. ايش يعطيني دابا عندكم في عام 59 140 الله يا رب. الكرسي السهل ما يجلس عندك يدير شي واحد. أرى عائلة هنايا. قولهم بزاف هنا يا جوعة قرة. أعطيهم النوابة. يا الصلاة على النبي. 48 هو طلع عنا هو مهواجن عنا ماشي احنا مشينا نعدو. يا اخي ومع عائلة شو شحال هنايا اكثر من خمسة. الله يرحم الوالدين. الله يحفظ الله يحفظ. ما بقي عايش معنا انا وما هنايا ساكن علينا. السلام عليكم. حيتان الأوركا القاتلة تهاجم قارب صيد بسواحل طنجة. وفي التفاصيل، عادت حيتان الأوركا للظهور على السواحل الشمالية من جديد، حيث هاجم سرب من الحيتان القاتلة بشكل عدواني قارب صيد تقليدي بسواحل مدينة طنجة صباح يوم أمس الثلاثاء، مما استنفر ركابه في مشهد مرعب. وحسب مقطع الفيديو الذي شاركه قائد المركب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن حيتان الأوركا الضخمة قامت بالاصطياد ودفع القارب بشكل متكرر، وقد أفزع الهجوم البحارة في المركب التقليدي، مما اضطرهم إلى الاتصال بزملائهم وفرق الإنقاذ من أجل طلب النجدة مخافة أن تقوم حيتان الأوركا بقلب القارب.